دأبت المملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وخاصة في اليمن. فالسعودية ومن خلال التوجيهات الحكيمة لقادتها سعت دوما إلى تغليب العمل الدبلوماسي والسلمي كمنهج أساسي في حل الخلافات والخصومات. ورغم ما تمثله السعودية من ثقل سياسي وديني وعسكري، إلا أن الحرب لم تكن خياراً مفضلاً لها، وكانت دائماً هي الخيار الأخير الذي تلجأ إليه بعد استنفاذ جميع المحاولات السلمية. وهذا ما حدث في الموقف اليمني، فقد لبت المملكة نداء الحكومة الشرعية في اليمن بعد استنفاذ الجهود الدبلوماسية لمنع التدخلات الإيرانية وتجنيد الحوثيين لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة في اليمن. وهذا ما أكده الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله عندما قال: لم يكن للمملكة وما كان للمملكة من غرض في عاصفة الحزم التي لقيت تأييداً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً سوى نصرة اليمن الشقيق والتصدي لمحاولة تحويله إلى قاعدة تنطلق منها مؤامرة إقليمية لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة. وأخيراً، فقد كان الموقف السعودي تجاه اليمن وشعبه الشقيق حاضراً وبقوة من خلال قيادتها لقوات التحالف العربي في عاصفة الحزم، وكانت هي الحل الأمثل الذي مكن من إعادة الحق إلى نصابه وإعادة الشرعية إلى اليمن بعد أن تغلغلت فيه روح الطائفية من جهات تسعى لتحقيق أطماعها في الهيمنة على المنطقة وزرع الفتن فيها.